نخبة من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين من جميع أرجاء العالم اجتمعوا في مدينة الداخلة في منتدى كرونس مونتانا في نسخته الثالثة تحت شعار نحو إفريقيا جديدة للقرن 21 والاستقرار والتضامن من أجل تنمية مستدامة، وذلك للاحتفال بالقارة السمراء من أرض إفريقيا. ناقشت النسخة الثالثة لمنتدى كرونس مونتانا تحديات عدة، وخاصة فيما يتعلق بالتعاون الأفريقي جنوب جنوب. جئنا هنا للتفكير حول مستقبل إفريقيا خلال القرن 21 والإمكانيات الكبيرة للتعاون جنوب جنوب هذا العام فيما يتعلق بالأمن الغذائي والزراعة المستدامة. الكثير من المجالات تمكن المغرب من تكوين هيكلة لقطاعات حقيقية للتميز ووضعها في خدمة تنمية أرضية، كما يمكن للمغرب أن يقدم رؤية جديدة للتعاون الدولي على أساس الاحترام والتبادل المشترك. المشاركون في هذه النسخة ركزوا أيضاً على تحديات التنمية في أفريقيا وفتح مراكز جديدة للتعاون بين دول الجنوب. أحد 11% من التجارة الإفريقية مع الدول الإفريقية، هذا غير كافٍ. هدفنا هو تحسينها لتصبح أكثر بكثير، وركزوا على هذا الهدف. هذه هي رسالتي، بذلك ستعود معظم الشركات إلى البر الرئيسي وسنرى مزيدا من التجارة الداخلية بإفريقيا بدلا من أوروبا وأمريكا. الموضوع الأول في هذا المنتدى جمع وزارات متخصصة بالزراعة والاقتصاد. الهدف هو التأمل بمستقبل الزراعة وزيادة الوعي. اليوم كثير من الناس في إفريقيا يعرفون الجوع، وهذا عار في عصرنا الحالي حيث التقنية والابتكار والمقترحات المقدمة من قبل الأفارقة. على إفريقيا معالجة قضايا مشكلة المياه والزراعة. المنتدى تطرق أيضاً لبعض النساء الأفريقيات، مزيد من التفكير بخصوص إدماج المرأة في المجتمعات وتأثيره على تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. تكلمنا على المشاكل اللي كانت تواجه المرأة العربية، وجدنا أنه نفس المشاكل تواجه المرأة الإفريقية. المرأة طبعاً الإفريقية عندها الفقر وعندها نقص في التعليم ونقص في الصحة، لازم حلول جبارة يعني لإنقاذ المرأة الإفريقية من الوضع اللي هي فيه. نشوف اليوم أنه هي تعليمها، وأيضاً أنه يكون هناك يعني استثمار في الزراعة. مؤسسة منتدى كرونس مونتانا خصصت جوائز لشخصيات دولية تقديراً لجهودها، من بينهم رئيسة المجموعة النسائية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في السنغال. بدأت قصتي منذ أن فقدت ابني الوحيد، هاجر عبر البحر حين غادر السنغال بقارب بدائي للتوجه للسواحل الإسبانية بحثاً عن حياة أفضل. هذه هي نقطة انطلاقي لإجراء حملات لتوعية الشباب والمجتمعات الساحلية عن خطر هذه الآفة. حين نرى أطفالنا وهم يغادرون أوطانهم للذهاب إلى أوروبا أو لأي مكان آخر، أريد أن أقول للجميع، من فضلكم حين يصلون لدولكم لا توصدوا الأبواب أمامهم، لأن كل ما يحتاجونه هو فرصة للعيش. إنهم لا يتركون بلدانهم لأنهم يريدون هذا، بل بسبب الظروف.